بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال مروين الدنيا دا ميل والبو آد كجوكتان كسو دوادة ورباهين ساوتر ميديا كوبرايشن ولوصو قابية SMC مر والبنا آد كهشان ورارك حقيقوين كاه سياسة دا اسديدن ايا كوا اسو قل ايا سرسبين ايا جيس كافريكا هبر قدر ايا شريف حسن شيخ آدن ودولان كوا ديقل ايا مريفلي مجال هذا باي دبل عوان كين وكاس وحانو كسو قادن دونا سرها دوغن اي قرصون كجرة مقدشو كو جهن ديقل اي مرفلي كسو دوادة داود ياشا اي دقايست ياشا قيمها اي قرادة وين لهاو استوريها ورباهين تا SMC او مرول باعت كاشان ورارك حقيقوين كاه سياسة دا استيدن إيا كوا إس أقل إيا سرسبين إيا جيس كا أفريكا قدومي هرى إيا بارلمانك سوماليا مداني شريف حسن شيق آدن إسلامر كاسنا أها وسير كي ماليات دا دولاد دا كوميلغاد كا فدرالك سوماليات أهانا رئيس الوسارة كوحيجين أهنا قناعصادي نقضينا مدحويني سدح دا قبل لحظة قبل بركو كالقوي كدب إيو حبر قدر أيا أقدم بينتي وحي صوّد أن دولان آد أوين أو لمدة كي تضبية طبان كي سبتمبر كون سقال بقول شن إيا سقاشن كي لغو سوق آدي ديغان ندا إيا قبل لدا ديغل إيا مريفلها ودقاي هاي قومية دمايلان كاسو لغو هوبتي أفر سندود أو كامل دقال فرها اللوغو قبتينا وقو دنباينتي عيديد غيري دي سكدب حسين عيديد هو انتي اوهو قامينا اي لوغا سو ساري ساي دل ساي كون ساقال بقول ساقاشن اي ساقالكي مغالادا بايدابو وحاطن دولد مايلان سكو ميلغارة اي او دقنتهاي هدبا دولان كان لبقايبوت ايو اسو جرا دولان كو حسو ابابولي هبر قدير باسواء أبابو شي شريف حسن واشو فاركا أما فوليها لنكي دولانك فولين لها دولانك واعر يرلول يلوغو سوقاد ايو ديقل يمريف لها قارحان عاسمت ديسي كوميلغاركا مغالا دا بايدابو وحاتن بيبادن اي كجران كارتادو حاسو دجيي غان عصطو اي قبيل كهبر قدير سياسيين تودة أيا سود جيي كدب مركا إدهين أنغو ميل كالي أو معنيه نور ريح مكرتا أما أن وحكا غوصان كرنو هبايا راتي مجرتو فرصد ماانتا أن هيسنو ودولدان لكالا دادين ربو إن دولدان أي سون نقون دونتو إي إن أي سن سون نقون دونين إن أن ماشان جوغي دونو إن أن جوغي دونين لما أغا وإنان هدى كفا إذا يسنى ماشا قودة آن كفا إذا يسن كرننا وددك معنه يغو نول جيريو دي اللو يقان الدقل إمريف لها لول كودة إنان وحكو قبصنو لغسي آن كهلنا ماشاسي أود قيبسي آن كهلنا بعدما إنان آدي كرين لنكا إي داروتك برتين لي هدبا ماركيسي شحدة لبا ايي اوديغان تاهي مركا اوغو رئيسا ان بايدابا لغييو هوب يه رساس قرسودي اه مركا مغالا دا بايدابا هوب كاسي يه رساس تا قرسودي غال لغييو وجو والبا لغو غيين كرا اما توغني ماه لغو غييو او لولكا اه اما دياراد ها لغو غييو سكستا او لغو فرسمين كرا ان لغييو مركا لغييو مركا سكدب dadna lagu diyaariyo baydhabo ciidamadan Eritrea laga keenay dawladdan haba yaraatay wax dan ah oo ay ka leedahay ma jirto kuwi kuwan ka horeey waa kuwi la laayay inta badan Xasan Sheikh Maxamuud kuwan markay yimaadeen si uu yeelo markuu waayay guriyiini bil ku maqnaad uu yiri ciidankaasi meel kale oo loo wado haba yaraatay ma jiro waxaa loo wadaa bay
iyo bakool xudur iyo baydhow makaadume iyo shabeelada hoose saddexdaas meelood bisa loo soo wataa ciidankan Eritrea 8,000 oo askari ku dhaw danta la leeyahayna waxa weey inay dhamaadaan waxna lagu qabsado oo digli miriflaha systemka hadda u dagsan ee laga baqayo in lagu qabsado lagu burburiyo hadaba hubka lagu diyaarinayo xudur iyo baydhabo oo tuugaysiga ah baa la rabaa in la yiraahdo ciidamada Eritrea ee xoreynaya shabaab yaa macnihii waxay ka howlgalayaan baydhabo iyo xudur iyo shabeelada hoose meesha loo socdaa marka waa lambar kow baydhabo baydhabo iyo xudur hadday isu soo gurman waayaan shabeelada hoosena macnihii awalba guutooyin hawiye ka taliya ay joogeen oo xaaladeedu xaalatul xaala ay ahayd qof walba waxaa la rabaa degmo walba meesheeda in lagu mashquuliyo maamulkana baydhababa in lagula dagaalamo xabadda markay bilaabatana markaasi kadib in jidkan dheer ay soo maraan ciidamo Shariif Xasan uu hogaaminayo isagu ma soo raacaya mise ma soo raacaya ma ogi oo habar gudur ay baalasha kala jirto shabaabna ma arkaysa ay jidka u fududaynayaan guutadan danab ee degan ee daafeed ama ururkan degan wixii digli mirifla ahaa haddaba la sii siibayaa oo wixii firfircoonaa already wasaaradda gaashaandhigga lagu xiray meesha waa lala wareegay taliye waxaa loo soo magacowday hawiye ah ururka afraad taliyaha guutada danab waa nin sacad ah abaanduulaha guutada danab waa nin abgaal ah already marka waa lala wareegay guutada lixaad aadan laba aflaa jooga waa baraawe iyo middaan laanta buur fadhida guutada toddobaad waa foorfoor iyo gacma dulle wiil uu dhalay ilaa iyo afgooye ilaa iyo daafeed iyadaa isku dherrisay wixii kaleoo calooshan ku jirana 14 October oo qaarkood lagu laayay kuliyadda jaalisiyaad haraadigoodana nin abgaal ah farey ay dhahaana loo dhiibay Nuur Farey waa taqaanaan oo waagii hore shabaabka ahaan jiray maxaakiimta marka yacni gobolka shabeelada hoosena sidaasi ayuu xaalkiisa yahay waxaad ogeydeen xataa Daahir Amiin Jeesow in yaaqbari weyne lagu ilaashanayay awood ama xaniiyo keligiis uu ku joogo inaanu lahayn marka Shariif Xasan qaabkaasi ayaa ma arkaysay hadda duulaankii kama dambaysta ah uu ugu soo qaaday habar gidirna ay u soo wadataa waxay leeyihiin annagu meel kale oo aan wax ka goosan karno digli mirifla aan ahayn ma jiro waxaana macnihii dadku ay weli la yaaban yihiin Soomaaliyeed maxaa habar gidir digli iyo mirifle ka galay oo ka dhaxeeya habar gidir iyo digli iyo mirifle darisna ma ahan dhulna darisku ma ahan xataa af isku af ma ahan oo may iyo maxaabay ku kala hadlaan haddii gobol ay noqotona laba gobol baa ugu yaraan u dhaxaysa Galguduud iyo shabeelada hoose iyo Bay iyo Bakool laba gobol waa inaad ka soo tallaabsataa ugu yaraan marka dadkan iyo digli iyo mirifle maxay isu geeyay dad badan way isweydiinayaan laakiin dadka wax fahmaya waxay ku jawaabayaan waa isaaq oo dhahay laascaanood annaga iskale waa inaan qabsadnaa ku dhimannaa ku jihaadnaa dhahay oo kale ayuun bay la mid tahay dadka wax fahmay sidaasay ku fasirayaan haddii la soo ururiyana waa gardarro geed aan loogu soo gamban oo qaawan oo isoo mutaxday marka duulaankaasi waa uu ku soo wajahan yahay digli iyo mirifle gaar ahaan magaalada baydhabo weliba waxay rabaan lugna inay soo maraan cirna ay ciidan dowladeed ay ku keenaan si meesha looga saaro maamulka hadda dhisan markaasi kadibna Shariif Xasan ballanqaadka ay wada galeen waxa weeye madaxweyne aniga ha layga dhigo anoo nin digli mirifla ah madaxweyne ku xigeenna idinka qaata yacni awood qaybsiga saddexdan gobol idinka qaata xildhibaanadana ha la qaybsado odayaasha dhaqankana
معنيه هل يسكت دركو أهبر قدر يكون دقلي مرفلة هل يراد أضياش نقنك يكون فر قلبات أو يسجدرة هوية أو هبر قدر أجوه الرئيس يدقلي مرفلة دقلي مرفلة أو خليه معنيه ماش هكب حضو مركا دولا نوع عصا صوص على أنك الشيء جسان لأن هاي هدي اللي هو عمل فلو أوكي هدي اللي هو عمل فلو وينا ما أركيسي أنا كل واشاقني وحامرك اللي يابلي دولة دبي دبا فردي ذا وهو قامين أيو عبد عسيس لفتا قرين إيادنا عيدا بي شابي لده هو سوكوس وقريسا وماشي هبر قدير تددك أيو كل بطي إسبارة ذا أي ديكتاي سيدا بولا مرير يدول كان يدافيت عيدا بي كوس وقريسا هبر قدرنا يعني بي دبو أي دونيسا إن أي ماركي سيقب سطو ماركا ورف يشين بروه ورئيسو ماها يانوهي قدينا إنا إما قويسين هدي قبل كيغ أوسانكو قجرين وحانا ليابلي ننكي شالي لحدة قبل كاملة إساقو مدحوينة كان قنكرا وركالي مدحوينة نوان نقود ديدي سدح بسان ربايري لولكي ديقلي إمريف لكالا قويي ديقلي إمريف لنا ونصب شاكتا حدنا قبل كشبع الله خوصي معنيه قطي إلا إيه حدنا معنيه تاغن أنا قطلنا يدقل إمرفلي سيفيقي سيداس أويهاي حدنا مدحوين كحيقين أيان سينا يهوي أنيقنا ماركي سيما قارسار بان أنقن ديقل إمرفلنا والباب إن لولكي سنة إنتا ديمان ولوغو كلا نفسن وضياشة لغن كوهويان كداري ديقل إمرفلها حل ديبان نضو والسكو قصي نينك تاغن ما قرنا أيو صوبت إلهي هذا دقلي مرفلة معنيه أي قاركود أقو صعبين آيان أنا قم فاهمين مركا دقلي مرفلة ها وحانو ملاينا آيان وحول بوي أقيهين وحول شيقس أما باهنا لكن ميت دبدا لقا أفوفا آيه مكا آيه كل دولان كاسا صوص على وحي انتا كو سوكر دانا وانيس لجوغنا ليبانا الدوني أقربا وحان دلان آيه فردوسا